ولن تتوقف الحركات الإرهابية عند حد، ولا الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ما دامت تجد حواضن من حكومات تحركها لمصالحها، وما دامت فتاوى التكفير لا يتوقف صدورها، وما دام التأمر على الجماعات والحركات والأحزاب السياسية لا يحتاج إلى علم واسع وتخصص فقهي يتناسب مع هذا الموقع الخطير. ولن تنتهي محنة الأمة مع الإرهاب ما لم تتحرر المراكز العلمية الدينية ومراكز الإفتاء الديني المأخوذ برأيها عن تبعيتها للحكومات الوضعية وهيمنتها وللسياسة غير الشرعية، وما لم تتوفر على كامل استقلالها. والأمة اليوم بين غرق ونجاة، وغرقها محتم عندما يكون القرار في الحكومات بيد الأجنحة المتطرفة فيها والمولعة بالمصادمة مع الشعوب وتصفية المعارضة، وتأمل القضاء على أي أمل في الحرية، ولا ترى أهله ولا يرى أهل هذه الأجنحة ولا ترى هذه الأجنحة إلا أن الآخر إلا أنهم أرباب من دون الله، وأن كل الناس الآخرين إنما هم عبيد لهم. والأمة إلى هلاك في ظل تبني الحكومات لجماعات الإرهاب ضد بعضها البعض ودعمها واستغلالها وفي ظل تبعية الفتوى للسياسة الدنيوية المنتشرة في حياة الأمة، وفي الجو المفتوح لفتاوى التكفير والفتاوى الجهادية القاصرة. أما نجاتها ففي توقف هذه المهازل والمآسي كلها، ووقفة عامة من كل الغيارة من كل المذاهب وأهل الحكمة والرشد من أجل إنهائها. لا تأمل حكومة من حكومات الأمة العربية والأمة الإسلامية، ولا ينبغي لها أن تأمل في ظل هذا الواقع الجديد الذي صار يعيشه إنسان هذه الأمة في أن تستمر شعوبها في قبول حالة التهميش والإذلال والاستغلال والاستعباد، وما ينالها من استخفاف أنظمة الحكم واضطهادها ولو كثرت العذابات واشتد الضغط، وكذب وزيف وافترى وعربد الإعلام وأمعن في التحايل واستهدف الدين بالتزوير، ليتحول الدين من قوة إيقاظ ودفع وتحريك إلى عامل ضعف وثبات وتعطيل. ولا يتم إحياء أمر الدين وأمر أهل البيت عليهم السلام بأي تعد عما جاء من أحكام وحدود عنهما. أريد أن أحيي الدين بما يخالف حكما من أحكامه، هذا هدم للدين وليس إحياء له. وكل هذا مما لا غبار عليه ولا يطرقه شك ولا ريبة. وإحياء ذكرى ثورة الحسين عليه السلام من إحياء أمر الدين وأهل البيت عليهم السلام. وعملية الإحياء هذه سلوك من سلوكات الإنسان المسلم والجماعة المسلمة والمجتمع المسلم الخاضعة للأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة بمعناها الخاص، وليس له حكم سادس، ولا يمكن أن تتعدى دائرة هذه الأحكام.
فكل ما كان حراما في الموارد الأخرى حرام في مورد إحياء عاشورا، وكل ما كان مباحا فهو فيه مباح، وهكذا بقية الأحكام. فيجب أن نتفق جميعا على هذه القضية البينة التي لا أرى أن أحدا يحتمل أن يناقش فيها. وعلى مستوى الدليل الشرعي الخاص بالوطي على الجمر وكونه مستحبا وأسلوبا من أساليب إحياء عاشوراء، لا أحد يدعيه. ومثله ركض النساء في موكب العزاء، العزاء المسمى بعزاء طويريج أو غيره، لا يمكن لأحد أن يأتي له ببرهان لإثبات استحبابه. ومن يقول بأن حرق الأقدام بالجمر وإلهابها داخل في المباح، وأن نسبته للاستحباب الشرعي مشروعة، أن أقول هذا مستحب؟ سأسأل بين يدي الله أين دليلك؟ ومن يقول بعدم المرجوحية لركض النساء المخرج عن الحشمة والوقار على أقل تقدير وأمام الأجانب ولغير ضرورة، وبصحة أن ينسب هذا الأمر إلى إحياء الدين وأمر أهل البيت عليهم السلام، وهم من أشد الناس على حرصا على حرمة النساء والوقار والحشمة. وكم كان يعز على الإمام الحسين عليه السلام أن تكون الفاطميات محل فرجة في طريق السبي ومجلسي يزيد وابن زياد، هاتان ممارستان لا ينبغي أن يقر لهما قرار في المجتمع المؤمن أو أن يجدا فيه موطئ قدم على الإطلاق. هناك أمر محرم، هناك أمر ليس عليه دليل ومتفق منهم لم يطرح له أحد شبه الدليل، هذا مفروغ منه. وهناك أمر ماذا؟ قد يختلف عليه في الرأي الفقهي، في الرأي الفقهي، والأخذ به يسبب انقسامات خطيرة داخل الأمة، أو يستتبع آثارا موضوعية قد تضر بالدين. ما موقف المقلد لمن يجيز هذا الأمر من هذه القضية؟ أقصى ما هناك أن يكون ماذا؟ الأمر مستحبا، سنرقى به عن درجة المباح إلى درجة المستحب. مستحب فيه انقسام الأمة، الظاهر أن ليس من فقيه يقدم على قبول انقسام الأمة والفتنة فيها من أجل ممارسة هذا المستحب. ما أحرانا بالاستغناء عنه بما هو متفق على استحبابه وإباحته أو نفعه ونفعه وعدم ضرره من غير أن ندخل في فتنة، وليس في ذلك تعطيل لضروري من ضروريات الدين ولا واجب من واجباته ولا مستحب مفروغ من استحبابه، ولما هو محل نص ثابت من النصوص الدينية المثبتة.